السلام عليكم وأهلا بكم متابعي قناة اعرف. عندما يتعلق الأمر بالحرب فلا يتردد الإنسان في استخدام أغرب الأفكار لتحقيق مكاسبه، حتى أنه استخدم الحشرات فيما يسمى علميا الحرب الحشرية. في هذا الفيديو نستعرض معكم أغرب المحاولات لاستخدام الحشرات كأسلحة. الوحدة 731 اليابانية، إحدى الوحدات البحثية لتطوير الأسلحة البيولوجية المحظورة دولياً، وأجرت أبحاثها على البشر في الحرب العالمية الثانية وحرب الصين. أجرى اليابانيون بحثاً عن إصابة البشر بالكوليرا والطاعون وغيرها من الأمراض باستخدام حشرة البرغوث كوسط ناقل للمرض. قنابل هتلر لإسقاط الملاريا على الولايات المتحدة. في نهاية الحرب العالمية الثانية تم الكشف عن بعض المعلومات عن التجارب النازية السرية، وكان أحدها إنتاج جيل جديد من البعوض قادراً على البقاء حياً فوق المحيط الأطلنطي في طريقه للولايات المتحدة من أجل نقل مرض الملاريا. عملية إدروكيك، إحدى التجارب التي أجرتها الولايات المتحدة باستخدام البعوض لتحديد أنماط انتشاره وتكلفة استخدامه كأداة للموت. بالرغم من ادعاء الحكومة بأن البعوض لم يكن حاملاً للأمراض، إلا أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة في المنطقة التي أجريت بها التجربة. عملية الطنين الكبرى، إحدى تجارب الولايات المتحدة، ولكن البعوض لم يكن مصاباً بالعدوى، وأطلق على سكان جورجيا عام 1955 لاختبار جدوى إطلاق البعوض على منطقة مزدحمة وتقدير المنطقة التي يغطيها. عملية الحكة الكبرى، أجرت الحكومة الأمريكية هذا الاختبار الميداني عام 1954 لتحديد جدوى البراغيث باعتبارها ناقل للمرض. كانت التجربة عبارة عن إطلاق البراغيث في منطقة سكنية مكتظة، ولكن على ما يبدو أن تلك البراغيث كانت غير مصابة بأمراض. مشروع درابا، أحد الأبحاث العلمية السرية في الولايات المتحدة للسيطرة على جسم الحشرات والتحكم في حركتها باستخدام الأقطاب المعدنية لاستخدامها في أغراض التجسس. النحل للكشف عن المخدرات، يتميز النحل بامتلاك حاسة شم حادة ليصبح مرشح مثالي هو الآخر مثل الكلاب للكشف عن المخدرات، كما وجد أن النحل يستجيب للتدريب الشرطي للكشف عن المخدرات بسهولة. النحل للكشف عن الألغام، قام علماء الأحياء في كرواتيا بتطوير سلالة جديدة من النحل لديها القدرة على الكشف عن الألغام والعبوات الناسفة أسرع من الكلاب وعلى مسافة تصل إلى 3 أميال. قنابل العقارب، تعود تلك الحادثة إلى قبل 2000 عام حينما أراد الإمبراطور الروماني سيبتيموس سيفيريوس قهر بلاد ما بين النهرين، وللتمكن من دخول قلعة حترة ألقى الجيش أواني مليئة بالعقارب على القلعة فيما أسموه قنابل العقارب. قنابل النحل، نظرا للآلام التي تسببه عضات النحل فقد استخدمته الجيوش الرومانية أثناء حروبها عن طريق إلقاء خلايا النحل كاملة على أعدائها، مما أجبرهم على الإلقاء بأنفسهم في البحر.